مشاهدينا معي عبر الهواء مباشرة سيد أحمد عزام محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي من عمان. مرحبا بك سيد عزام إلى هذه المواكبة. نتحدث بداية عن مرور نصف شهر على بداية العام الجديد، لكن ما تزال هناك أزمات اقتصادية تلوح بالأفق. بالتأكيد سوف لن يكون هناك زر يتم كبسه وتتغير الأزمات من أزمة إلى حالة انفراجة. بداية، ما هي أبرز الأزمات التي تواجه الأسواق العالمية في 2024؟ مساء الخير عبد الرحمن، شكرا للاستضافة. نعم، كما قد أشرت عبد الرحمن بأن التخارج من الأزمات الاقتصادية قد يكون من الصعب تداركه بشكل بسيط أو بشكل أو بوقت سريع. عام 2024 قد يحمل الكلمتين الصعبتين بالنسبة للاقتصاد، هي التضخم وموازنتها والنمو الاقتصادي. عندما ننظر إلى التضخم عبد الرحمن في عام 2024 والإشارات الأولية، عودة زيادة أرقام التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، قد سجل تضخم بعض الزيادات ارتفاعات إلى مستويات 3.4%. هو ما قد يخشاه الاقتصاد، الوصول التضخم أو مواكبة التضخم موجة جديدة في ظل أيضا التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وما قد ينعكس عنها إلى ارتفاع ووجود موجة تضخم قادمة بالاقتصادات الكبرى. الاقتصاد الأوروبي أيضا قد سجل ارتفاعات بالنسبة لأرقام التضخم، فبالتالي هناك بعض المخاوف بأن أرقام التضخم قد تسجل ارتفاعات في الفترة القادمة. النقطة الأخرى هي النمو الاقتصادي. ما قد يخشاه الاقتصادات الكبرى هي أن تصل إلى مرحلة الهارد لاندينج أو هبوط التضخم القاسي، الهبوط القاسي كما يطلق عليه. الهبوط القاسي وهو أن يسجل أرقام التضخم الانخفاضات في ظل أرقام نمو سلبية. أرقام النمو الاقتصادي حاليا في الاقتصادات الكبرى هي قرابة 0%. الاقتصادات الكبرى قرابة 0%، إلا حتى ويوجد هناك اقتصادات كبرى أيضا أخرى قد سجلت أرقام سلبية، وما قد يخشاه الاقتصاديون دخول مرحلة الركود. أقصد هنا طبعا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسجيل في الربع الثالث لعام 2023 قراءات سلبية، فبالتالي قراءة سلبية أخرى هو دخول في مرحلة الركود التقني بالنسبة للاقتصادين. فبالتالي البحث عن الهبوط السلس، الهبوط الناعم بالنسبة للاقتصادات، هو جل ما يحتاجه الاقتصاديين جراء رفع أسعار الفوائد في الفترة الأخيرة في فترة عام 2023. لكن عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي، المخاوف الكبرى هي دخول مرحلة الركود، المخاوف من مرحلة الركود طبعا، وهناك إشارات ومخاوف أخرى من دخول الاتحاد الأوروبي والبريطاني في مرحلة الركود التضخمي، أي الحصول على نمو سلبي والتضخم أن يعود ويسجل ارتفاعات. فبالتالي تلخيصا لما قد ذكرت هنا عبد الرحمن، المخاوف من عدم القدرة على تجنب التضخم ودخول مرحلة النمو السلبي ما يطلق عليها الركود. هل سنشهد تغيرات اقتصادية دولية في 2024 بحيث تساهم في وضع حد للمشاكل وتداعيات المشاكل وتوسعها الاقتصادية؟ لدينا أزمة في البحر الأحمر تؤثر على الإمدادات وعلى أسعار الطاقة، لدينا مؤتمر دافوس، لدينا الكثير من التفاصيل المتعلقة بقطاعات الاقتصاد المختلفة. قد يكون هنا عبد الرحمن المهرب الأخير بالنسبة للاقتصادات هي تحريك دورة السياسة النقدية أو تغيير دورة السياسة النقدية، لكن هي لن تكون ردا على الأزمات الاقتصادية، بل هي ردا هنا على حالة اقتصادية جيدة. عندما ننظر إلى تغيير دورة تجديد السياسة النقدية من دورة تجديدية إلى دورة تسهيلية، هنا يعني بكل بساطة أن الاقتصاد قد حصل على أرقام اقتصادية جيدة، لكن في الأوضاع الحالية في ظل التوترات الجيوسياسية وما قد أشرت له عبد الرحمن الآن في توترات البحر الأحمر والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، قد يكون هناك إمكانية بأن يكون استمرار لدورة تجديد السياسة النقدية لفترة زمنية أطول مما تتوقعه الأسواق، حتى مما تتوقع الاقتصادات. لأن كما ذكرت عبد الرحمن قبل قليل، النمو الاقتصادي عندما يكون هناك أرقام سلبية هي دافع كبير لتغيير السياسة النقدية، لكن عندما يكون هناك التضخم يسجل ارتفاعات بعد دورة سياسة نقدية تشددية لفترة زمنية طويلة، قد يحتاج الاقتصادات البقاء على هذه الدورة، دورة السياسة النقدية لفترة زمنية أكثر، لعل التأثير
في ظل الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول أن يؤتي بثماره بالنسبة للاقتصادات. الاقتصادات حاليا عبد الرحمن قد يكون مختلفة بعض الشيء عن عام 2022 أو في نهايته في عام 2023. عندما نظرنا مع بداية الأزمة الاقتصادية كانت أزمة مشتركة بالنسبة للاقتصادات، كأنها حلقة كاملة مترابطة بين الاقتصادات وهي ارتفاعات التضخم، مما قد دفع الاقتصادات لرفع أسعار الفائدة. حاليا قد يكون هناك بعض الاختلافات في الاقتصادات، تباين في حدة الاقتصادات، تباين في أرقام التضخم، وحتى تباين في أرقام النمو الاقتصادي، مما قد يدفع إلى أن يكون هناك بعض الاختلافات في توجهات الاقتصادية بالنسبة للاقتصادات الكبرى. على سبيل المثال قد يكون هناك توجهات لتخفيض أسعار الفائدة لدول، لكن دول أخرى قد تتجه لتجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمحافظة على قيمة العملة. فبالتالي قد يكون هناك تباين واختلافات في ردة فعل البنوك المركزية جراء الأزمات الاقتصادية القادمة. عبد الرحمن، طيب أحمد، ماذا عن البنوك المركزية؟ كيف ستتعامل مع الفائدة، مع التضخم، مع الركود، مع الوضع الاقتصادي؟ هل ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة، تبقي عليها؟ ما رأيك؟ هو السؤال المهم والأهم عبد الرحمن في عام 2024، هو هل سيخفض البنوك المركزية أو هل ستخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة ومتى؟ عندما ننظر عبد الرحمن إلى جزئيتين أساسيات لتغيير أسعار الفائدة وتغيير دورة السياسة النقدية التشددية إلى تسهيلية، هو عندما يصل التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي 2% وهو رقم متواجد بالنسبة لجميع البنوك المركزية، أو أن يكون هناك النمو الاقتصادي بالخانة السلبية ودخول مرحلة الركود، يعني الوصول منتصرا بالنسبة لأرقام التضخم أو وصول وتغيير دورة السياسة النقدية مجبرا مع وصول النمو الاقتصادي في الحالة السلبية. في الحالة الحالية أو في الوضع الحالي بالنسبة للاقتصادات، قد يكون تغيير السياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2024 على ما أعتقد هو الأفضل، نظرا لأنه الأوضاع الاقتصادية أو الأرقام الاقتصادية الحالية لا تبشر بأن يكون أرقام التضخم عند مستهدفات 2% من ناحية. من ناحية أخرى، النمو الاقتصادي قد يكون بالنسبة للفدرالي الأمريكي قد يعطيه بعض الوقت لمتابعة الأرقام الاقتصادية بشكل أكبر. كما اعتدنا عبد الرحمن، البنوك المركزية هي عبارة عن رد فعل، أو تحركاتها في السياسة النقدية هي عبارة عن رد فعل للبيانات الاقتصادية. الأسواق تعتقد حاليا بأن تغيير أسعار الفائدة أو تخفيض أسعار الفائدة بات ممكن في شهر مارس 2024 نظرا للأوضاع الحالية، نظرا لتوقعاتها المستقبلية. الاختلاف هنا عبد الرحمن أن الأسواق تعتقد بتغيير أسعار الفائدة بناء على التحركات المستقبلية، لكن البنوك المركزية ما تتوقعه هو رد فعل على البيانات الاقتصادية. فلذلك البيانات الاقتصادية الحالية، التضخم عند الفدرالي الأمريكي بين يديه على طاولته 3.4%، أي قد لا يعطيه إمكانية لتغيير السياسة النقدية. النمو الاقتصادي 4.9%، أي يعطيه بعض الوقت. المرونة الاقتصاد، سوق العمل اللي حتى الآن يعتبر جيد، آخر قراءة أسواق العمل كانت جيدة، قرابة 217,000 وظيفة قد أضافها الاقتصاد الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى، البطالة عند 3.7%، الأجور عبد الرحمن التي ينظر إليها على أنها ترتبط ترابط وثيق مع الأرقام التضخم عند 4.1% بالنسبة للأجور في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي بمجمل الأرقام والبيانات الاقتصادية، قد يحتاج الفيدرالي الأمريكي متابعة الأرقام الاقتصادية بشكل أكبر في الفترة القادمة لتخفيض أسعار الفائدة، مما يعطيني بعض الوقت لأن يكون أو ليتجه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة. قد يكون النصف الثاني من عام 2024 هو البداية. أعيد وأذكر عبد الرحمن أن الأسواق تعتقد بأنه شهر 3/2024 هو البداية. ما قد يتوقعه الفدرالي الأمريكي هو 3 تخفيضات في عام 2024، أي البدء والشروع بتخفيض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024، وهو ما أميل له حاليا بناء على البيانات الاقتصادية. طيب الكونغرس الأمريكي وصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق الحكومي يمهد الطريق لتجنب الإغلاق، تنفذ الولايات المتحدة من الإغلاق الحكومي؟ على ما أعتقد عبد الرحمن، هو السيناريو المكرر بالنسبة للاقتصاد في الفترة الماضية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو الوصول إلى سقف الدين ثم التوجه إلى رفع سقف الدين.
34 تريليون دولار بالنسبة للمديونيات الولايات المتحدة الأمريكية، في ازدياد مستمر هو ما نشاهده في الفترات الماضية، وحتى مع التوترات الجيوسياسية والتمويل الولايات المتحدة الأمريكية لتلك التوترات الجيوسياسية، بالتأكيد يدفعنا إلى التوقع بزيادة المديونية في الفترة القادمة بشكل مضطرد، بشكل أكبر. عبد الرحمن، تجنب الإغلاق للحكومة هو بات السيناريو متوقع، بات مسلسل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما نصل إلى الحد يتم رفع سقف الدين جراء التصويت. على ما أعتقد قد يكون هناك الاستمرارية بنفس السيناريو عبد الرحمن، ما لم يكون هناك حدث كبير جدا تغيير بشكل جذري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد يبدأ عبد الرحمن في نهاية العام في شهر 11/2024 مع التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ثم تغيير رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أو قد يعطوه ولاية جديدة طبعا هو بناء على تصويت الرئاسة الأمريكية. فبالتالي تغيير الرئاسة الأمريكية قد يكون هناك بعض التغيير، لكن على ما أعتقد عبد الرحمن هو مسلسل كما ذكرت، هو سيناريو مكرر بالنسبة لتغيير أو وضع سقف الدين، وصول إلى سقف الدين ثم التمديد كما اعتدنا عبد الرحمن. ماذا عن الاقتصاد الآسيوي؟ كيف ترى وضع الاقتصاد الآسيوي والصين اليوم؟ على غير المتوقع ثبتت أسعار الفائدة. نعم عبد الرحمن، الصين اتجهت إلى تثبيت أسعار الفائدة في جلسة اليوم، لكن هناك استمرارية بضخ السيولة. 995 مليار يوان صيني تم ضخه في السيولة في القطاع البنكي، ما يقارب تريليون، زيادة ب 217 مليار يوان صيني عن الشهر الماضي. ارتفاع القروض بالرغم من أنه أقل من العدد المتوقع أو أقل من الأرقام المتوقعة بالنسبة للقروض في الصين. عبد الرحمن، عندما ننظر إلى الحالة بالنسبة للصين أو حالة الاقتصاد بالنسبة للصين، ننظر إلى البيانات الاقتصادية. أولا، مؤشر المنتجين سلبي، التضخم، قراءات سلبية لشهرين متتاليات، هناك أرقام سلبية سيئة بالنسبة للصين. عندما ننظر إلى قطاع العقارات، نعم كما يقال الإفلاسات عندما تأتي لا تأتي فرادى، تستمر بشكل متتالي بالنسبة للإفلاسات. هناك الإفلاسات في قطاع العقارات، وقطاع العقارات هو ما يشكل قرابة 20% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للصين. فبالتالي عبد الرحمن، قد يكون الحل الاقتصادي بالنسبة للصين هو دورة تسهيلية بالنسبة للسياسة النقدية، قد تكون هي نسخة طبق الأصل عما حصل باليابان تاريخيا عن اليابان سابقا. دخول دورة تسهيلية بالنسبة للصين هو الحل الأمثل، ليس فقط ضخ السيولة. نعم، ما يتم حاليا بالنسبة للاقتصاد الصيني هو استمرار ضخ السيولة. المستفيد الأكبر من تلك السيولة هو الشركات، قد يحتاج إجراءات وتحفيزات اقتصادية أكثر للأفراد عبد الرحمن بالنسبة للاقتصاد الصيني حتى يتم التخارج من هذه الأزمة الاقتصادية. قد يتجه في الفترة القادمة تخفيض أسعار الفائدة، كما هو متعارف عليه الإقراض في الصين بين عام وخمس أعوام، هناك اختلاف في أسعار الفوائد. اليوم ما تم الإفراج عنه هو تثبيت أسعار الفائدة للإقراض لمدة عام. قد يكون هناك توجه عبد الرحمن قبيل منتصف عام 2026 لتغيير السياسة النقدية. على ما أعتقد تخفيض أسعار الفائدة قد يكون حل أمثل بالنسبة للصين. اقتصاد الآسيوي بشكل عام عبد الرحمن قد يحتاج تغيير في السياسات النقدية. الصين على سبيل المثال كما ذكرت أن يدخل بتخفيض أسعار الفائدة، لكن هناك اليابان قد يحتاج إلى تغيير السياسة النقدية، قد يحتاج إلى رفع أسعار فائدة. لكن القاسم المشترك بين الاقتصادين هو العملة الضعيفة. نعم، بكل تأكيد العملة الين الياباني متهالكة نوعا ما، ضعيفة بشكل كبير، لا يمكن مقارنتها مع اليوان الصيني. اليوان الصيني قرابة 7 يوان صيني مقابل الدولار الأمريكي، بينما الين الياباني يتجاوز 145 ين ياباني لكل دولار أمريكي. لكن الاختلاف هنا، قد يحتاج اليابان تجديد السياسة النقدية للحفاظ على عملته، على الين الياباني كقيمة، ومحاولة دفع عجلة الاقتصاد، بينما الصين قد يحتاجون تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة. قد يكون ما أعطى المخاوف في جلسة اليوم واستمرار بتثبيت أسعار الفائدة هو قيمة اليوان الصيني في الفترة الماضية، تداعيات ضعف في اليوان الصيني، مخاوف بشكل أكبر عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة أن يتهالك العملة، أن تدفع العملة بشكل أضعف. لكن الحل الوحيد على ما أعتقد
كنت قد ذكرته سابقا عبد الرحمن سويا في مقابلة، ضخ الأموال الرخيصة، ضخ السيولة في الاقتصاد الصيني قد يكون الحل، ثم تخفيض أسعار الفائدة من الصين. طيب، الحديث عن أسواق الطاقة وأشرنا إليه قبل قليل عندما سألتك عن الأسواق يعني التخفيض والأزمات في العالم، وأبرز حدث معروف أنه البحر الأحمر. الغارديان صرحت بأن هذه الأزمة ربما تحطم آمال التعافي الاقتصادي، بالتالي أزمة امدادات الطاقة ترفع أسعار الطاقة. إذا أردنا أن نبحث عن حلول بديلة، قد يكون الحلول البديلة عبد الرحمن شبه مستخدمة حاليا، الاستخدام التخارج من البحر الأحمر من باب المندب، واستخدام طرق بديلة وهي رأس الرجاء الصالح. إذا لم يكن رأس الرجاء الصالح، استخدام طرق أخرى، النقل الجوي على سبيل المثال. لكن عندما ننظر إلى الخيارات المتواجدة المستخدمة حتى الآن، رأس الرجاء الصالح معنى ذلك أن فترة الرحلة تزداد إلى 40% مسافة من ناحية أخرى، التأمينات على الرحلة ازدادت، بمعنى اقتصادي أجور العاملين تزداد، الكلف تزداد 100% عبد الرحمن كما قد أشرت. نعم، ازدياد الغلاء، ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار الشحن، ارتفاع أسعار التأمين، ارتفاع أسعار العمالة كما قد أشرت عبد الرحمن. فبالتأكيد العوامل المشتركة، العوامل جميعها قد تدفع إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أوضح، قد نلامسها في الشرق الأوسط بشكل أكبر حتى من الدول الأخرى، اتباعا مع أزمات اقتصادية، مع ارتفاعات أرقام التضخم. هو ما قد يخيف، وما قد أشرت له عبد الرحمن نقلا عن الغارديان، المخاوف من أن أزمة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر قد تشعل أرقام التضخم في الفترة القادمة. أرقام التضخم، يعني صرنا أكثر من سنة ونص تقريبا في محاربة البنوك المركزية لأرقام التضخم. عندما يكون ضغط من التوترات الجيوسياسية ضغط على أرقام التضخم، وهما قد نلمسه في الفترة القادمة، قد يعطي إمكانية ارتفاعات التضخم. ليس فقط أسعار الطاقة عبد الرحمن هي مشاركة في مكونات التضخم، أسعار الطاقة قد نلامسها، قد نسجل بعض الارتفاعات. اليوم أرقام النفط أو أسعار النفط WTI خام غرب تكساس قرابة مستويات $72 للبرميل، قد يسجل بعض الارتفاعات في الفترة القادمة. لكن حتى لو لم يسجل أسعار الطاقة ارتفاعات، التوترات الحالية كفيلة لأن يكون هناك ارتفاعات. الحلول البديلة، الحلول المتواجدة عبد الرحمن، جميعها قد تنصب في مرحلة ارتفاعات الأسعار. قد لا يكون هناك حلول جذرية بمقابل بنفس أو موازية بالنسبة لما هو موجود في باب المندب. الحلول جميعها سوف تكون حلول دافعة لارتفاع الأسعار، وللأسف الشديد عبد الرحمن هي دافعة لأرقام التضخم لارتفاع في الفترة القادمة في الشرق الأوسط، ثم تباعا في الاقتصادات الكبرى. طيب أحمد، لو تسألنا عن ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا مثلا من استهدافات للحوثيين في اليمن، كل ذلك يدخل في إطار الصراع الذي يؤثر على إمدادات النفط في البحر الأحمر. هل يعني بهذا الصراع وهذا التوسع أيضا الذي تبنته الولايات المتحدة، يعني السؤال كيف تتعامل الولايات المتحدة وهي بالأساس هناك أزمات اقتصادية في داخل الولايات المتحدة، وارتفاع الطاقة يؤثر أيضا عليها؟ عبد الرحمن على ما أعتقد، يعني عفوا لو سمحت لي أحمد، يعني هنا هل من يعني ملفات مثلا رابحة تضمنها الولايات المتحدة حتى دخلت في توسيع الصراع وهذه الضربات في البحر الأحمر؟ طبعا هي تقول أنها تريد أن تحمي البحر الأحمر والملاحة. قد تكون عبد الرحمن التوجهات الأكثر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سياسيا أكثر من اقتصاديا. عندما ننظر اقتصاديا فهي بكل تأكيد تبعاتها السلبية، قد يتفق جميع الاقتصاديين حول العالم، الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما يحدث حاليا من توترات جيوسياسية هي دافع سلبي بالنسبة للاقتصادات. تاريخيا عبد الرحمن لا يمكن الإشارة إلى أي توترات جيوسياسية حصلت بأنها جيدة اقتصاديا، أبدا. لا يوجد أي توترات جيوسياسية قد حصلت وتداخل فيها طرف وازدادت إلى أطراف أخرى قد أثرت وقد أعطت إيجابية بالنسبة للاقتصاد، بتاتا أبدا عبد الرحمن لا يمكن النظر لها بهذه الطريقة.
لكن عندما اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية لدخول التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر على ما أعتقد لمحاولة التخارج من اختناق الشحن، عندما ننظر إلى عبد الرحمن إلى وضع باب المندب والبحر الأحمر، باب المندب يمر فيه ما يقارب 30% من التجارة العالمية، فبالتالي توقف التجارة العالمية بنسبة 30% قد يكون خطير تبعاته في الفترة القادمة. عبد الرحمن، لو أردت أن أشير إلى كوفيد-19 وما حصل في اختناق السلاسل التوريد في فترتها، ثم ارتفاعات بشكل كبير وبشكل مبالغ فيه حتى للناقلات للشحن بالنسبة للصين، دفعت الأسعار لتسجيل ارتفاعات بعد انفتاحات الاقتصاد. هذا ما قد يخشاه الولايات المتحدة الأمريكية وما قد تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية ونظيراتها جراء التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر. 30% نعم يعتبر مقارنة بكوفيد-19 لا يعتبر الرقم الكبير، لكن مؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية، فقد يكون الدخول في هذه التوترات الجيوسياسية لمحاولة وقف النزيف. عبد الرحمن، وقف النزيف 30% محاولة إعادتها، قد استخدم هذا المصطلح، محاولة تخفيف الاختناق بالنسبة للشحن، بالنسبة للنقل في الولايات، في العالم، في التجارة العالمية. فبالتالي الدخول قد يكون لا مفر فيه عبد الرحمن، لكن تبعاته الاقتصادية قد يكون تبعات كبيرة. طيب دعني أختم معك من سوق العملات الرقمية. نعم. بعد موافقة الولايات المتحدة رسميا على إدراج صناديق تداول البيتكوين في البورصات، هل يعني ستغير شرعنة البيتكوين، تغير قواعد اللعبة للعملات المشفرة؟ أعتقد ذلك يعطيها ارتفاع أيضا. نعم عبد الرحمن، تغيير نبرة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الفترة الأخيرة بالنسبة للعملات المشفرة، العملات الرقمية، بات واضح. الموافقة من هيئة الأوراق المالية على اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، عبد الرحمن أود أن أذكر هنا صناديق الاستثمار للعقود الآجلة تم إقرارها في عام 2021 في شهر أكتوبر تحديدا. ما تم إقراره هو صناديق الاستثمار الفورية البيتكوين ETF سبوت، ما قد يعطي إشارات وتدافع إدارات الاستثمار. 11 طلب قد تم الموافقة عليه بالنسبة لهيئة الأوراق المالية، ما قد يعطي زيادة الطلب على البيتكوين والعملات الرقمية هو الامتلاك للعملات الرقمية دون تخزينها. ما قد يخشاه المستثمرون في الفترات الماضية هو تخزين العملات الرقمية في محافظ والخوف من الاختراقات. صناديق الاستثمار تعطي هذه الفرصة لتخزين العملات الرقمية، للاستثمار في العملات الرقمية دون الحصول عليها بشكل فيزيكال أو بشكل شراءات عن طريق منصات العملات الرقمية. ما قد يعطيها الطلب الأكبر في الفترات القادمة. الفورية أفضل من العقود الآجلة هنا عبد الرحمن، لأنها سيكون فيها عمولات بشكل أقل، يتم الاقتطاع من العائد بشكل أقل. ما قد يعطيها فرصة أيضا للطلب الأكبر. ما ذكرته عبد الرحمن بمصطلح شرعنة العملات الرقمية قد يكون هو بداية بالنسبة لهيئة الأوراق المالية لتقبل العملات الرقمية، بالرغم من تصريح غاري جانسلر مدير أو رئيس هيئة الأوراق المالية بأنه الموافقة على الصناديق الاستثمار هو عدم لا يعني تقبل العملات الرقمية ولا يعني تقبل البيتكوين، فهي البيتكوين عملة من العملات المتقلبة. ما أود أذكره هنا كلمة متقلبة عبد الرحمن واستخدام مصطلح غاري جانسلر، متقلبة قد تعطي الفرصة لإدارة الاستثمار، لإدارة الأصول الاستثمار للدخول في العملات الرقمية، نظرا لأن الأصول في متعارف عليها تتحرك بشكل أقل من العملات الرقمية، فبالتالي قد يكون هناك أصل بالنسبة لإدارة الاستثمار، أصل يعتبر تحركاته قوية، يعتبر هناك تقلبات قوية وتقلبات أقوى من الأصول الأخرى، فبالتالي قد يتيح الفرصة للدخول فيه. بالتالي قد يعطيني إشارة هنا إلى إمكانية ارتفاعات الطلب، وقد يكون هناك تقبل بصناديق استثمارية أخرى، صناديق استثمارية تم التقديم عليها سابقا، هنا أقصد صناديق الإيثيريوم عبد الرحمن، فبالتالي زيادة الطلب على العملات الرقمية قد يكون وارد في الفترة القادمة من ناحية تقبل صناديق الاستثمار. ناحية الاقتصادية عبد الرحمن، تخفيض أسعار الفوائد لو حصل في عام 2024 يعتبر جاذب لأصول المخاطرة طبعا، وبكل تأكيد العملات الرقمية هي على رأسها، فيعطينا إشارات لأنه عام 2024 قد يكون عام ناجح بالنسبة للعملات الرقمية. نتمنى النجاح لك أيضا أحمد في هذا العام وللجميع. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
التي قدمتها لنا في هذه المواكبة. أحمد عزام محلل أسواق مالية في مجموعة إكويتي من عمان عبر الهواء مباشرة.